نشرة الحصاد مباشرة من قناة الجزائر الدولية. أهلا بكم مشاهدينا، والبداية بأبرز العناوين. باريس تقرر رفع السرية عن جزء من أرشيفها الاستعماري في الجزائر. رداً على تهديدات الإسرائيلية، إيران تؤكد أن أي خطوة عسكرية ضدها ستؤدي إلى زوال إسرائيل. موسكو تحذر من اندلاع نزاع واسع النطاق في أوروبا بسبب تصرفات الغرب في أزمة أوكرانيا. وفي الرياضة، الجزائر المغرب قمة عربية بنكهة مغاربية في ربع نهائي كأس العرب أمسية السبت. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلنت فرنسا أنها قررت فتح الأرشيف القضائي لحقبة حرب التحرير الجزائرية قبل 15 عاما من انقضاء المهلة القانونية. وقالت وزيرة الثقافة الفرنسية في تصريحات تلفزيونية أن العملية ستشمل أرشيف التحقيقات القضائية لقوات الدرك والشرطة الفرنسية. يأتي هذا وسط أجواء متوترة تشهدها العلاقات الجزائرية الفرنسية على وقع تصريحات مسيئة أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. اعتبرتها الجزائر مساسا غير مقبول بذاكرة الشعب ومقاومته ضد الاستعمار الفرنسي. تقرر باريس رفع السرية عن الأرشيف الخاص بحرب التحرير الجزائرية قبل 15 عاما من انقضاء المهلة القانونية. لدى نزولها ضيفة على قناة BFM TV، وزيرة الثقافة الفرنسية روزلين باشلو أعلنت عن قرب رفع السرية عن أرشيف التحقيقات القضائية لحرب التحرير الجزائرية، وستشمل العملية الأرشيف الخاص بتحقيقات لقوات الدرك والشرطة الفرنسية أثناء حرب التحرير. تزعم باشلو التي تأتي تصريحاتها يومين فقط عقب زيارة خاطفة لوزير خارجية بلادها جوني فلودريون إلى الجزائر، أن المصالحة مع الذاكرة وفتح صفحة جديدة مع الجزائر لا يمكن أن يتحقق إلا بكشف الحقائق والاعتراف بها وتحليلها، غير أن حقائق الحقبة الاستعمارية في الجزائر تتجاوز بكثير الخطوات المحتشمة من الإليزية في سبيل تسوية ملفات الذاكرة، بما فيها قرار رفع السرية عن الأرشيف الخاص بالتحقيقات القضائية للدرك والشرطة. فجرائم فرنسا ومجازرها ما زالت محفورة في الذاكرة الجماعية للجزائريين الذين لن يرضوا بأقل من الاعتراف والاعتذار واسترجاع الأرشيف. إذا أرادت فرنسا تسوية فعلية لملفات الذاكرة ومصالحة حقيقية مع تاريخها الاستعماري. لي الحديث أكثر حول هذا الموضوع، حول موضوع إعلان فرنسا لفتحها الأرشيف القضائي الخاص بالجزائر، يلتحق بنا الآن في الاستوديو الدكتور عامر الرخيلة، الكاتب والباحث في التاريخ. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا، مرحبا. مرحبا. إذن دكتور، بداية، أي تفسير يمكن تقديمه على إثر هذه الخطوة، خطوة باريس برفع السرية عن الأرشيف القضائي الجزائري، وأيضا الحديث لماذا جاءت هذه الخطوة في هذا التوقيت بالذات؟ شكرا. بعد بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله. هو فعلا ما كانش مفاجأة بالنسبة للرأي العام ولا للمتتبعين. لماذا؟ لأنه زيارة السيد وزير الشؤون الخارجية الفرنسية للجزائر كانت بروتوكولية، ولدرجة أنه الناس تتساءل لماذا زيارة إذا كان ما يكونش ملف الذاكرة حاضر في الـ. أنا سمعت صريح السيد وزير الشؤون الخارجية، ما وجدت فيه أي يعني شيء يفيد أنه ملف الذاكرة اللي هو ملف بالنسبة للجزائر مطروح وبمسؤولية ومطروح من أعلى مستوى مستويات السلطة في الجزائر. تفاجئنا الفيجارو اليوم كذلك بكلام آخر، يعني وفي إطار هذا الاتجاه تاع
تاع التاريخ، لتأتي السيدة وزيرة الثقافة وتعلن أنه في إمكانية لتسبيق ب 15 سنة عن تاريخ الأجل المحدد لفتح الأرشيف. سنفتح الأرشيف، لكن أي أرشيف؟ أرشيف الضبطية القضائية، لا بوليس لا جندرموري، الشرطة والدرك. الشرطة والدرك بالنسبة لنا ماشي القوة الأمنية الوحيدة اللي كانت تعمل في الجزائر، كانت تعمل قوة المظليين في المدن وفي المدينة الجزائر بالخصوص. كاين مصالح أمنية عسكرية أخرى كانت تشتغل، كاين فيه مصالح متعددة ومتنوعة اللي كانت تشتغل سواء في الجزائر أو في فرنسا مع المهاجرين الجزائريين. ولذلك لما تقول نفتح الفترة كذلك 54-62 في الجزائر، احنا 54-62 مجاهدين اللي عاشوا هذه الأوضاع وعاشوا الشيء هذا وثائقنا، نقدر نقولوا باللي احنا درنا أرشيفنا من 54-62. لكن أن تأتي هكذا جزئيا الأرشيف، هنا الأرشيف مش 54-62، الأرشيف من 1830 إلى 1962، والخطوة الأمام خطوة الخلف، هذا ما عودنا عليه. نتمنى مع ذلك، نتمنى بأن نقول بأنه هذا الخطاب السياسي الخاص بالعلاقات الثنائية الجزائر الفرنسية ما يكونش خطاب أملته ظروف محددة لدى فرنسا. لماذا أقول الكلام هذا؟ لأنه بكل موضوعية الإنسان الجزائري اللي يتابع والمهتم وحتى غير الجزائريين لاحظوا بأنه فرنسا تستغل المناسبات الانتخابية لتنشر باقات من الكلام المعسول للجزائريين، ولكن لن تتجاوز ذلك، بحيث أنا بمجرد ما تنتهي الأجل الانتخابي يتم السكوت على هكذا وضعية. نقدر نقول باليوم بأنه الموقف الرسمي الجزائري موقف متميز، إذا ما استثنينا ما مواقف بعض المواقف للسيد المرحوم المجاهد هواري بومدين في سبعينات القرن الماضي، قولوا بأن تاريخنا اتسم دوما فيما يخص العلاقة الثنائية بعدم سعينا للمعاملة الندية مع الفرنسيين، سواء اقتصاديا على طريقة رابح رابح أو سياسيا. هذا الملف كان مغيب وغيبوا الفرنسيين بالضبط، ولكن سيد رئيس الجمهورية بكل موضوعية كان حاضر له هذا الملف في حملته الانتخابية، وليس من الحكمة السياسية ولا من كذا في معادلات ثنائية في العلاقات الجزائر الفرنسية أنه يأتي شخص مترشح لمنصب رئيس الجمهورية ويثير ملف الذاكرة وملف العلاقات الفرنسية، ولكن كان الشجاعة السياسية والوضوح يطرح الموضوع هذا، وخذينا خطوات ولو على صعيد الخطاب خذينا خطوات. فعلا استجاب الفرنسيون في تمكيننا من بعض جماجم مجاهدي القرن التاسع عشر، ولكن ما زالت هناك ملفات كثيرة. ملف الذكاء. طيب دكتور عمر الخيلة، رأينا زيارة لودريون الأخيرة، ما الذي حركتها؟ يعني هل كان لهذه الزيارة وقع لما يحصل الآن؟ أنا بالنسبة لي هذا وزير شؤون الخارجية، والجزائر عندها علاقاتها الخارجية، وكاين متغيرات موجودة في الساحة الآن مغاربيا وعربيا وإفريقيا، ولفرنسي يد في هذه الأمور. لا استبعدوا، هذا استنتج وليس لي أي معلومة، لا استبعد أن تكون الملفات هذه تاع الشيء اللي يجري في إفريقيا وإحنا جزء من إفريقيا تكون كانت حاضرة في المشاورات الجزائرية الفرنسية، والفرنسيين يدركوا كل إدراك بأنه خذوا تجربة من موقف المالي، من قضية المالي والموقف الجزائري، خذوا تجربة كذلك في الموقف في ليبيا. الآن يدركون بأن الجزائر ورقة فاعلة فيما يتصل بقضايا إفريقيا. بقضايا إفريقيا سواء تصريحات السيد وزير الشؤون الخارجية أو في المواقف الرسمية للجزائر أو في العلاقات الثنائية المغاربيين وإفريقيين. طيب دكتور، هل يمكن أن نعتبر أنه هذه الخطوة هي بادرة خير من أجل أنه نفتح ملفات أكثر ومن أجل أيضا أن نسوي ملف الذاكرة؟ إحنا بالنسبة لنا دائما عندنا نفترض حسن نية، وكيف السياسة ليست هناك حسن نية، هناك دراسات، هناك حسابات، هناك مصالح. نفترض حسن نية ونقولوا بأن الفرنسيين نقولوا نتمناو أنهم عدلوا
الآن لأنه راني شفت التصريحات متتالية جريدة لو فيغارو ماشي أي جريدة في الشارع الفرنسي ولا في ورانا يتكلم الإليزي راه يتكلم سواء عن طريق السيدة وزير الثقافة أو عن طريق السيد وزير الشؤون الخارجية. نأمل بأنه فيه موقف جديد من فرنسا فيما يخص التجاوب مع مع الجزائريين وإعادة تفعيل اللجان الثنائية اللجان اللي تعمل وهذا عمل تاع مختصين هذا عمل تاع مؤسسات في الدولتين ولذلك احنا نفرض حسن النية ولكن في نفس الوقت كذلك ما أنا لا يقين بأن الرأي العام الجزائري شبع من التصريحات التي لا يجف حبرها حتى يتم العدول عنها. وفي رأيكم دكتور ما الذي يمنع فرنسا من أن تتخذ خطوة جادة ونهائية بخصوص هذا الملف تحديدا؟ هي الأعذار اللي موجودة على مستوى فرنسا كيف حتى السيدة وزيرة الثقافة لما تتكلم على ملف 54-62 تقول فيه أمور بليك دا ومن الصعب يعني تحملها من طرفين نحن عشناها إلا أنت تقولي من الصعب وإذا كانت مسألة الحركة عاشوا معنا وعندكم الحركة تاعكم 300,000 حركي غادروا الجزائر في سنة 62 هذه الورقة نأمل بأن ورقة فرنسية ما توظفهاش في العلاقات الثنائية الجزائرية إلا الفرنسية ولذلك احنا الحركة اللي عاشوا بيناتنا نعرفهم والمعاملة ولا الشيء اللي جرى في الجزائر من 54-62 الجزائريين عاشوه ويعرفوه لكن احنا نتكلموا على أجيال سابقة كذلك وعلى نغمطوها حق التاريخي أن يظل هذا الملف مغيب وهذه مسؤولية تاريخية ولكن على يقينا أنا الآن مقتنع كل اقتناع بأنه في ظل قيادة السيد تبون للسلطة التنفيذية في الجزائر للدولة طيب. الجزائرية في المواقف نظن اللي ما فيش مساومة. طيب دكتور عامر الخيل نشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا وعلى هذه التوضيحات بهذا الخصوص. شكرا. إذن مشاهدينا في خبر آخر قال رئيس المجلسية الشعبية الوطنية الجزائري إبراهيم بوغالي خلال المؤتمر 16 لاتحاد مجالسي دول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامية إن العالم الإسلامي يواجه تحديات زادت من تنافس الأجندات الخارجية لعرقلة استقرار الدول وأضاف بوغالي أن الأجندات تشجع على التطبيع مع الكيان الصهيوني وبناء شركات عسكرية ترهن مستقبل علاقات الإخاء وأضاف أن فلسطين تواجه تحديات تهدف لعرقلة مسار إقامة دولة مستقلة مع استمرار الكيان الصهيوني في طمس التراث الفلسطيني بمحاولة تهويد المقدسات وشدد بوغالي على أن الجزائر التي أكملت بناء مؤسساتها لا تزال وفية لمواقفها الثابتة وستبقى داعمة لدولة فلسطين وشعبها وداعية لل المصالحة الفلسطينية. في شانية تونسي أوضح الرئيس التونسي قيس سعيد أن الأزمة التي تمر بها بلاده ناجمة عن دستور 2014 الذي لم يعد صالحا ولا مشروعية له في تونس بحسب تعبيره وشدد سعيد على إيجاد حل قانوني يترجم إرادة الشعب. تونسي قيس سعيد يوجه أصابع الاتهام إلى دستور 2014 المتسبب حسبه في الانسداد السياسي الذي تمر به البلاد، اتهام استند فيه سعيد على أدلة واقعية في مقدمتها أن الوثيقة الدستورية لا تتوافق مع إرادة الشعب وبالتالي فهي فاقدة للشرعية. المشكل الدستوري موجود في تونس نتيجة لدستور 2014 لأنه جاء لي ضرب الدولة من الداخل. ثبت بعد أكثر من 5-6 سنوات أن هذا الدستور لم يعد صالح. خطاب الرئيس التونسي يترجم على ما يبدو رغبته تعليق العمل بالدستور وإيجاد بديل قانوني مستعجل يحتكم إلى سيادة الشعب ويخرج تونس من أزمتها فيما هاجم من جديد أطرافا تستقوي بالخارج لضرب البلاد. لابد من الرجوع إلى الشعب بطريقة
ممكن جديدة مختلفة تماما، حتى لا نضيع الوقت أكثر في وضع بعض القوانين. لا بد أن ندخل مرحلة جديدة في إطار شرعية مشروعة، في إطار شرعية نستعملها دون أن نمس بالحقوق والحريات. أزمة حادة تعيشها تونس امتزجت بتلاشقات واتهامات بين الفواعل السياسية في البلاد، أزمة متواصلة لم تجد بعد طريقا لنهايتها، في انتظار الخطوة المقبلة التي قد يعلن عنها الرئيس سعيد بما فيها بداية العمل بالإصلاحات السياسية وتنظيم الحوار الوطني الذي دعت إليه قوى سياسية في البلاد في أكثر من مناسبة. وفي حديث أكثر حول الموضوع نربط الاتصال عبر الهاتف بالمحلل السياسي باسل تورجمان. أهلا بك سيدي. بداية سيدي، انتقادات الرئيس قيس سعيد لدستور 2014 بأنه غير صالح ولا مشروعية له، هل هي دعوة للإصلاح أم أن الرئيس التونسي يريد أمرا آخر؟ يعني باعتقادي أن الرئيس قيس سعيد عندما ذكر أن هذا الدستور غير صالح ليس هو رأي فردي له، ولكن هو رأي أغلبية الشعب التونسي الذي تعتبر أن هذا الدستور هو سبب كل الكوارث في تونس. هذا الدستور الذي عطل الحياة السياسية، الذي ساهم في عدم تحمل الأحزاب التي ربحت الانتخابات لمسؤولية الحكم. كل حزب تسأله بعد الانتخابات يقول نحن لم نحكم 7 سنوات وتونس تعاني من سبب هذا الدستور. هنالك تفاهم واتفاق أغلبية الشعب التونسي على ضرورة تعديل هذا الدستور، وبالتالي ما تحدث به الرئيس قيس سعيد هو جزء من ما يطرحه الشارع التونسي وليس رأيا شخصيا له. وبالتالي اليوم هنالك، قبل 25 جويلية كانت هنالك مطالب شعبية كبيرة في تونس تطالب بتغيير هذا الدستور الذي هو أحد أسباب الكارثة التي وصلت لها تونس جراء سياسات ودساتير وقوانين قام بكتابتها مراهقين سياسيين. طيب، كان كل همهم تعطيل الحياة في تونس من أجل أن تتحول تونس إلى بلد تحكمه العصابات والنصوص والمافيا. موقف الطبقة السياسية في تونس من هذه التصريحات جاء سلبيا في مجمله، هل تعتقد أنها ستقود تونس للمزيد من الانسداد؟ بالتأكيد لا، لأن اليوم هنالك المشهد السياسي التونسي الحزبي الذي استفاد من دستور 2014 لا يمكن أن يكون له موقف إيجابي يطالب بتغيير ذلك، رغم أنهم يعلمون جيدا أن هذا الدستور هو سبب الكارثة، وكانوا قبل 25 جويلية يطالبون بتغيير هذا الدستور. اليوم ما الذي جرى؟ قضية بسيطة جدا، هي أنهم تعلموا أنهم لا يقومون بدعم أي موقف طالما لم يكن لهم حصة في المشهد السياسي. الرئيس قيس سعيد قالها صراحة لكل الأحزاب أنها ستكون هنالك حكومة لا حزبية، وهذا ما أزعج كثيرين لأنهم كانوا يعتقدون مثل الحكومات السابقة أن لكل حزب حصة في الحكم وغنيمة، وبالتالي منطق الغنيمة الذي تعودوا به غير موجود، فهو لا يساعدهم اليوم على أن تكون تونس في مرحلة تتخطى فيها الأحزاب مثل ما قام به الرئيس قيس سعيد يوم 25 جويلية. وبالتالي هم يريدون أن يعبروا، هم ليس لهم وجود حقيقي في الشارع، هم اختفوا في مكاتبهم يتكفلون بإصدار البيانات ولكن ليس لهم وجود على أرض الواقع، لأن الشارع في تونس كره هذه التجربة الحزبية التي كانت تجربة ترذيل للعمل السياسي والبرلماني في تونس على امتداد 10 سنوات الماضية. طيب الأستاذ باسل تورجمان المحلل السياسي، كنت معنا مباشرة من تونس، شكرا جزيلا لك. تظاهر مئات الأردنيين في العاصمة عمان احتجاجا على اتفاقية المياه مقابل الطاقة الموقعة بين بلادهم والكيان الصهيوني، وردد الأردنيون هتافات معارضة لمحتوى وشكل الاتفاقية مؤكدين على أن رفضهم سيستمر حتى إسقاطها. يذكر أن الاتفاقية وقعت بين الأردن والكيان الصهيوني في أبوظبي. قال حزب الأمة القومية بالسودان إنه سيعلن خريطة طريق للتداول بشأنها بهدف إخراج البلاد من أزمتها الحالية، مشددا على أنه لن يكون طرفا في أي معادلة لا تلبي رؤيته لمعالجة الأزمة. في ظل توتر يطبع المشهد السياسي في السودان فضلا عن اشتعال الشارع بتظاهرات أسبوعية متواصلة،
تتسارع المشاورات والاجتماعات بين القوى السياسية لتقديم اتفاق سياسي أو ميثاق جديد يهدف إلى دعم الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك. حزب الأمة القومي وهو أكبر أحزاب الائتلاف الحاكم السابق في السودان قال إنه سيعلن خريطة طريق للتداول بشأنها من أجل إخراج البلاد من أزمتها الحالية، مؤكدا أنه لن يكون طرفا في أي معادلة لا تلبي رؤيته لمعالجة الأزمة. سيقدم حزب الأمة خريطة طريق لتأمين الاستقرار السياسي والتحول المدني الديمقراطي في البلاد، وسيطرحها على كافة المكونات السياسية للتوافق حولها. في السياق، نفى المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وجود أي صلة له بمسعى حزب الأمة، وجدد رفضه للاتفاق الموقع بين البرهان وحمدوك، مشددا في الوقت نفسه على أن أي تعاون بين المجلس وحمدوك مرهون بتراجعه عن الاتفاق الموقع مع قائد الجيش. رئيس حزب الأمة وعضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير فضل الله برما يعبر عن نفسه، والمجلس أعاد تشكيل هيكله التنظيمي وكون هيئة قيادية لتلافي مثل هذه التحركات الفردية. تعد الخطة السياسية المرتقبة استكمالا لاتفاق كان وقعه كل من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والقائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان في نوفمبر الماضي، يقضي بتوسيع قاعدة المشاركة السياسية والاتفاق على إعلان موحد. إلى الملفية النووية الإيرانية، حيث أكدت طهران أن أي خطوة عسكرية إسرائيلية ضد منشآتها النووية ستؤدي إلى زوال الكيان، لأن ردها سيكون قاسيا. من جانب آخر، أبدت طهران تمسكها بمقترحاتها المقدمة لأطراف مفاوضات فيينا بشأن أحياء الاتفاق النووي. تهديدات متبادلة بين طهران وواشنطن في خضم المفاوضات الجارية لإحياء الاتفاق النووي بفيينا، فبعد تلويح أمريكا باستخدام القوة وتهديدات الكيان الإسرائيلي بشن ضربة عسكرية يجري التحضير لها لاستهداف المنشآت النووية الإيرانية، جاء الرد من طهران بأن أي خطوات عسكرية ضدها تعني زوال إسرائيل. إيران أكدت تمسكها بمقترحاتها المقدمة بخصوص المسائل النووية ورفع العقوبات مع استعدادها للعمل على أساس نصوص جوان الماضي، فيما يبدو تصويبا لخطابها بعدما اعتبر غموضا في جلسة أمس. رد الغرب جاء متريثا، اليومان القادمان سيكونان فرصة لاختبار نوايا طهران ومدى جديتها في دفع المفاوضات نحو الانفراج. هي الأجواء التي تطبع المحادثات بين الطرفين، حيث وصفها محللون أنها قاتمة، خاصة وأن الكثير من الدبلوماسيين الغربيين ذكروا أن الوفد الإيراني لم يغير مواقفه بعد، فالناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية اعتبرت أن إيران قدمت مقترحات لا تتناسب مع هدف إنجاز اتفاق، وبأن كل الوفود المشاركة في المفاوضات رفضت مقترحات الوفد الإيراني، الأمر الذي نفاه المندوب الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا، الذي أكد أن المباحثات انطلقت من المسودات التي وضعت في 20 أجوان الماضية. وتبقى المباحثات تراوح مكانها، حيث تريد طهران رفع العقوبات كليا عنها مع تقديم ضمانات بعدم فرض أخرى مستقبلا، في الوقت الذي تضغط فيه واشنطن لثني إيران عن مساعيها النووية حتى ولو كانت سلمية. قالت وزارة الخارجية الروسية إن تصرفات غير المسؤولة للغرب في أزمة أوكرانيا تثير مخاطر قد تؤدي إلى اندلاع نزاع واسع النطاق في القارة الأوروبية. يأتي ذلك في خضم التوتر المتصاعد بين روسيا والغرب حول أوكرانيا. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أجرى اتصالا مع نظيره الأوكراني فولديمير زيلينسكي بحث خلاله الأوضاع في إقليم دونباس شرقي البلاد، في وقت أظهرت صور أقمار صناعية استمرار حشد قوات روسية باتجاه أوكرانيا. وتزداد المخاوف من نشوب حرب بين روسيا وأوكرانيا رغم تحذيرات أمريكا وخلف الناتو، حيث أكدت روسيا جاهزية قواتها للقتال ووضع أكثر من 95% من منصات الإطلاق النووي في حالة استعداد دائم للاستخدام القتالي.
لم تكد القمة الافتراضية أن تنتهي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن حتى خرج وزير هيئة الأركان الروسية ليعلن أن القوات الصاروخية الاستراتيجية تواصل إعادة التسلح بمنظومة نووية وهي في حالة جاهزية للاستخدام القتالي. تصريح يوحي ببوادر حرب بين موسكو وواشنطن وتعيد إلى الأذهان حادثة الصواريخ الكوبية أيام الحرب الباردة. رئيس هيئة الأركان الروسي قال إن أي استفزازات من قبل سلطات كييف لحل الأزمة في دونباس بالقوة سيتم إحباطها، معتبرا تزويد أوكرانيا بالطائرات والمسيرات والمروحيات سيدفع كييف إلى القيام بخطوات خطيرة. وزير خارجية أوكرانيا وإن أقدم على تحذير روسيا من مغبة الحرب وما ستسفر عنه من قتلى في صفوف الجيش الروسي، فإنه أعرب عن أمله بألا يخطو بوتين هذه الخطوة. في ظل هذا التوتر تزداد المخاوف في أوساط دول غربية من احتمال اجتياح روسيا جارتها أوكرانيا بعدما نشرت موسكو ما يصل إلى 100,000 جندي على الحدود وفي محيطها رغم التحذيرات الأمريكية بتسليط عقوبات غير مسبوقة على روسيا في حال غزوها أوكرانيا. وللحديث أكثر حول الموضوع ينضم إلينا من موسكو المحلل السياسي سامر الياس عبر الهاتف. أهلا وسهلا بكم سيدي. بداية سيد سامر الياس، كيف تقرؤون تحذيرات موسكو الأخيرة من أن الغرب يدفع بتصرفاته نحو نشوب نزاع واسع في أوروبا؟ يعني واضح تماما الموقف الروسي كان حذر من أن توسع البنية التحتية للناتو على الأراضي الأوكرانية أو في شرق أوروبا سوف يؤدي إلى زعزعة الاستقرار والأمن في أوروبا، وقال إن انضمام أوكرانيا إلى الحلف هو خط أحمر. اليوم بعد المناورات التي قامت بها المدمرات الأمريكية في البحر الأسود وبعد التطورات الكبيرة في التطورات السيئة في العلاقات بين الجانبين الروسي والأوكراني واتهام روسيا الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تقوم بتشجيع أوكرانيا على عملية عسكرية في شرق أوكرانيا ضد الجمهوريتين الانفصاليتين وتزويد أوكرانيا بمجموعة من أسلحة فتاكة، كل هذا يدفع روسيا إلى الاعتقاد بأن الغرب يجر الأمور نحو تصعيد التوتر في أوروبا، وهذا بطبيعة الحال سوف يهدد منظومة الأمن في القارة الأوروبية بأكملها، نظرا لأن روسيا لن تصمت على إمكانية ضم الناتو إلى أوكرانيا ولن تصمت على أي محاولة من جانب كييف من أجل حسم الأمور عسكريا في شرق أوكرانيا في الجمهوريتين الانفصاليتين. لذلك أعتقد بأن التحذير الروسي في هذا الإطار يأتي بأنه إذا قمتم بأي عمليات استفزازية أو شجعتم أوكرانيا على القيام بعمليات استفزازية فإن ردنا سوف يكون قويا. ومن ناحية أخرى يمكن أن يقرأ هذا التصريح على أنه يجب على الأوروبيين أن يقوموا بدور تعقيل أوكرانيا ربما والضغط عليها من أجل تنفيذ اتفاقيات مينسك في عام 2015 وهي الاتفاقيات التي حددت أطر الحل بين مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك من جهة وبين الحكومة المركزية في كييف، وتريد روسيا دائما وأبدا القول بأنها ليست طرفا في هذا النزاع رغم أنها تدعم الجمهوريتين الانفصاليتين اقتصاديا وعسكريا، لكنها تقول إذا أردتم أي حل فيجب أن ينطلق من اتفاقيات مينسك ومن التفاهمات السابقة من مجموعة نورماندي وعبر إشراك ممثلي هاتين الجمهوريتين الانفصاليتين في الحوار وإيجاد تسوية سلمية لهذا الموضوع. نعم، إذن أستاذ رأينا أن روسيا أظهرت جاهزيتها للقتال وتستمر بحشد قواتها على الحدود الأوكرانية، هل تعتقد أن العقوبات وحدها كفيلة بردع موسكو وثنيها عن غزو أوكرانيا؟ يعني أعتقد تماما هذا سؤال جيد. أعتقد بأن الجانب الأمريكي أظهر أنه عاجز عن إمكانية التدخل العسكري بشكل أو بآخر في موضوع أوكرانيا، خاصة بعد المشكلات التي واجهت جو بايدن في أفغانستان. هو يدرك تماما بأنه غير قادر على
القيام بعمل عسكري لدعم أوكرانيا سواء عبر إمدادها بالجنود أو عبر التدخل في هذا الموضوع. لذلك لم يكن له إلا أن ينوه بموضوع العقوبات. الأكيد أن العقوبات لم تؤدي إلى ردع روسيا في هذا الموضوع. من ناحية روسيا بدأت تتأقلم مع هذه العقوبات منذ عام 2014 إلى الآن رغم الصعوبات الاقتصادية الكبيرة، لكن إذا كان الموضوع هو موضوع أمن قومي بالنسبة لروسيا وهي ترفض بشكل قاطع ضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، فأعتقد أن هذه العقوبات غير كافية. ما حصل أثناء قمة بوتين وبايدن هو عملية تشميت هذا الصراع بانتظار أوقات أخرى وبانتظار إمكانية أن يتوفر حل وتسوية سياسية. نعم سيد سامر، في ظل كل هذه التطورات هل سنشهد اندلاع نزاع عسكري فعلا؟ حاليا لا يوجد إمكانية من لنزاع عسكري. الجانبان الروسي والأمريكي حددا خطوطهما الحمراء وأعتقد أن كلا منهما سوف يلتزم بهذه الخطوط الحمراء من جهة. ثانيا الجانب الروسي وإن كان هناك ترويح كبير وخطوط حمراء قد رسمها إلا أنه فتح المجال اليوم من أجل دعوة الولايات المتحدة الأمريكية للضغط على أوكرانيا بشكل أو بآخر من أجل تنفيذ اتفاقيات مينسك، بعدما اتضح أن الأوروبيين وأعني بذلك فرنسا وألمانيا لم تمارس الضغوط اللازمة حسب موسكو على كييف من أجل تنفيذ اتفاقيات مينسك عام 2015. لذلك اليوم التوجه هو نحو إمكانية حلول أستاذ سامر لضيق الوقت سياسية. نعتذر على المقاطعة، نشكرك جزيل الشكر، كنت معنا مباشرة من موسكو. في نفس السياق أكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن مقاتلات تابعة لسلاحها الجوي اعترضت مقاتلتين فرنسيتين من طراز ميراج 2000 ورافال، فضلا عن طائرة إمداد من طراز كاسي 135 تابعة لسلاحها الجوي الفرنسية وكذلك طائرتي استطلاع أمريكيتين. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الطائرات كانت قد حلقت قرب الحدود الروسية فوق البحر الأحمر وأن المقاتلات الروسية اعترضتها. إلى المكسيك حيث لقي 53 مهاجرا مصرعهم وأصيب 3 آخرون بجروح خطيرة إثر انقلاب مقطورة. وقال مكتب المدعي العام في ولاية تشاباس إن المهاجرين كانوا يسافرون سرا داخل شاحنة انقلبت على الطريق، مشيرا إلى أن حالة 3 من الجرحى خطيرة. وأظهرت التحقيقات الأولية أن سائق الشاحنة التي كان المهاجرون مكدسين داخلها فقد السيطرة عليها بحسب ما أعلن فرق الحماية المدنية. ولم يحدد مكتب المدعي العام جنسية المتوفين، لكن السلطات الإقليمية قالت في السابق إن الغالبية من الغواتيماليين. ألغت محكمة لندن العليا حكم محكمة ابتدائية بريطانية بمنع تسليم مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة. وبموجب إلغاء الحكم الابتدائي يتعين على القضاء البريطاني البث مجددا في طلب تسليم أسانج المقدم من قبل السلطات الأمريكية. وفي حال قضى الحكم الجديد بتسليم أسانج لواشنطن فإن القرار النهائي بتسليم مؤسس موقع ويكيليكس من عدمه سيعود للحكومة البريطانية. وكانت المحكمة الابتدائية قد عرضت تسليم أسانج قبل نحو عام خشية إقدامه على الانتحار إذا ما تم سجنه في الولايات المتحدة. في سابقة دولية قررت حكومة نيوزيلندا منع التدخين على فئتي المراهقين والشباب نهائيا بغية الحد من التدخين وبناء مجتمع خال من النيكوتين. حرصا منها على سلامة مواطنيها وعلى مبدأ الصحة للجميع في الأراضي النيوزيلندية، حكومة ويلينغتون تقرر منع مواطنيها من التدخين نهائيا في المستقبل القريب، خطوة غير مسبوقة ارتقت بها نيوزيلندا دوليا بهدف تجنيب مجتمعها ذي الكثافة السكانية القليلة أضرار السجائر وتأثيراتها السلبية على الصحة، وكذلك حماية لأجيال قادمة من مشاكل التلوث البيئي وأخطار النيكوتين. نريد أن نتأكد من أن الشباب لن يبدأوا التدخين على الإطلاق. القانون استهدف فئة المراهقين ممن ولدوا
بعد عام 2008. هؤلاء لن يسمح لهم باستهلاك أي نوع من منتجات التبغ. أعتقد أنه قرار مستحسن لجعل الناس يقللون من التدخين، وأنا عن نفسي أرى أنه قرار صائب، وسأعمل على تطبيقه على الرغم من أنه ليس بالأمر الهين على من يدخنون بشراهة ولمدة طويلة. ولن يكون أيضا أي شاب دون 14 قادرا على شراء أي سيجارة في حياته. بغية تحقيق السلطات النيوزيلندية غايتها في مجتمع صحي بحلول 2027. خفض عدد متاجر بيع التبغ وخفض مستويات النيكوتين في كافة المنتجات هي أهم الإجراءات التي يراد بها المنع كخطة مرحلية أولية لتسهيل تطبيق القانون وتفعيله على أرض الواقع. مبادرة الحظر لاقت استحساناً واسعاً في الوسط الطبي كون الأمر يتعلق بسابقة دولية لتطويق عادة التدخين والتقليل منها في نيوزيلندا. إلى الجولة الاقتصادية مشاهدين بعد هذا الفاصل القصير. أخبار الاقتصاد الآن مع زميل وليد مذكور. أهلا بك وليد. أهلا زميلتي ميساء. إذن نبدأ أخبار الاقتصاد من تونس، حيث توقع محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في الربع الأول من العام المقبل. المسؤول التونسي وصف الاتفاق مع الهيئة المالية الدولية بمثابة مؤشر جيد لبلاده لدعم الإصلاحات وتعزيز النمو، وكانت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري قد استبعدت في وقت سابق إعادة جدولة ديون بلادها المستحقة لدى نادي باريس على الرغم من الصعوبة المالية. في شأن متصل، كشف الوزير الأول وزير المالية الجزائري أيمن بن عبد الرحمن عن استكمال حزمة من الاتفاقيات الثنائية بين الجزائر وتونس تحضيرا لتوقيعها خلال الزيارة المرتقبة للرئيس الجزائري في الأيام المقبلة. الوزير الأول الجزائري وفي تصريح أدلى به عقب استقباله من الرئيس التونسي بقصر قرطاج أكد أن الاتفاقيات تشمل كل القطاعات الاقتصادية والتجارية على رأسها الطاقة والأشغال العمومية، واصفا العلاقات الثنائية بين البلدين بالاستراتيجية. الملفات مطروحة على طاولة الدراسة، ونحن قد قطعنا أشواطا كبيرة من أجل وضع هذه الملفات في مرحلتها النهائية، وهي تخص كل القطاعات الاقتصادية والتجارية من طاقة وصناعة وتجارة وكل الميادين، أشغال عمومية كذلك، يعني فكلها بروتوكولات إن شاء الله سوف تعرف إمضاء عليها خلال زيارة السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في الأيام المقبلة، ونحن هنا للتحضير الجيد لهذه الزيارة، وسوف يكون الإمضاء على كل هذه البروتوكولات إن شاء الله خلال الزيارة السامية التي سوف يقوم بها السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. في التعاون دائما، اتفقت الجزائر ونيجيريا على تعميق الحوار بشأن فتح خط جوي مباشر بينهما في سباق تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين أكبر بلدين محوريين في إفريقيا. بيان عن وزارة النقل الجزائرية أفاد أن الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية النيجيري أبدأ إرادة بلاده في فتح خط جوي مباشر بين البلدين قصد تسهيل حركة ونقل المسافرين وتدعيم أوجه التعاون بين الطرفين. تم الاتفاق خلال اللقاء الذي جمع وزير النقل الجزائري بالأمين العام للخارجية النيجيرية على تعميق النقاش والحوار من أجل الوصول إلى حلول ناجعة بشأن فتح الخط الجوي بين البلدين. تراجعت أسعار النفط الجمعة مع بيع المتعاملين الخام لجني الأرباح بعد ارتفاع قوي هذا الأسبوع بالتزامن مع انحصار المخاوف من تداعيات المتحور الجديد لفيروس كورونا. نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط القياسي الأمريكي 7 سنتات لتصل 70.87 دولار للبرميل، بعدما تراجعت 2% في جلسة متقلبة في اليوم السابق.
في حين تراجعت العقود الآجلة لبرنت 4 سنتات إلى 74.38 دولار للبرميل بعدما انخفضت ب1% وتسعة أعشار مئوية يوم الخميس. ويتجه الخامان القياسيان نحو صعود بأكثر من 6% هذا الأسبوع حتى مع جني الأرباح في أول زيادة أسبوعية لهما في 7 أسابيع. سجلت أسعار المحروقات في لبنان الجمعة ارتفاعا جديدا وسط زيادة في سعر صرف الدولار في السوق السوداء. أظهر جدول الأسعار الذي نشرته وزارة الطاقة اللبنانية ارتفاع أسعار البنزين إلى 5400 ليرة في حين تجاوز سعر المازوت 20000 ليرة في مقابل أكثر من 17000 ليرة لسعر الغاز. فاقم إعلان المصرف المركزي عن تحديد سعر صرف جديد للسحب من الودائع المقومة بالدولار من موجة الارتفاع الجديدة في أسعار الطاقة في البلاد. إلى ليبيا، أعلنت السفارة الليبية في القاهرة الجمعة فتح باب التسجيل لشركات توكيل العمالة المصرية تمهيدا للبدء في سفر وتوظيف المصريين بليبيا. وطالبت السفارة شركات إلحاق العمالة المصرية بتقديم المستندات المطلوبة عبر نافذة القنصلية في إجراء يأتي تنفيذا لبروتوكول التعاون لتبادل سفر العمالة بين الدولتين الموقع خلال الشهر الماضي في طرابلس. وتتوقع مصر توظيف قرابة 2 مليون عامل مصري خلال 3 سنوات في كل التخصصات من بدء الإعمار على أن يرتفع العدد تدريجيا ليصل إلى 3 ملايين مصري. تراجعت العملة التركية أمام نظيرتها الأمريكية الجمعة مع استمرار مخاوف المستثمرين بشأن أسعار الفائدة المنخفضة وارتفاع التضخم. انخفضت العملة التركية إلى مستوى ناهز 14000 ليرة للدولار الواحد مسجلة أدنى مستوى لها على الإطلاق. فقدت العملة التركية 46% من قيمتها أمام نظيرتها الأمريكية هذا العام في انهيار متواصل يتزامن مع تمسك الرئيس التركي بسياسة أسعار الفائدة المنخفضة. تجاوزت الصادرات الروسية من اللقاحات البشرية 1.2 مليار دولار خلال الأشهر العشر الأولى من العام الجاري. وأظهرت بيانات هيئة الجمارك الفيدرالية الروسية أن صادرة اللقاحات سجلت قفزة في أكتوبر الماضي لتصل إلى 356 مليون دولار بزيادة قدرها أكثر من الضعف مقارنة مع سبتمبر الماضي. صادرات تعد الأعلى في تاريخ روسيا منذ بداية 90ات القرن الماضي، إذ لم يسبق لصادرات اللقاحات أن تتجاوز 71 مليون دولار خلال عام واحد. ويعود الارتفاع الكبير في صادرات اللقاحات الروسية إلى بدء الإنتاج واسع النطاق للقاح سبوتنيك